شفنا في الحلقة الأخيرة حال المدرسة اللي زرناها، وقابلنا الطلاب والمدرسين ومدير المدرسة وتعرفنا عليهم وعلى مشاكلهم أكتر. واليوم أنا والشباب حنشتغل على نقل حال مدرسة دار النعيم من حال إلى حال عشان موريتانيا تضل عندها الريادة بالتعليم ونساهم في تحضير الجيل القادم من المليون شاعر. دنيا جديدة جديدة، نجيب أفكار من أصفار وبالإصرار نصنع شيء ما هي بعيدة بعيدة. أمانينا وتلاقينا يعزز فكرة إنك حي تحرك هالمياه الراكدة وتجني من وجودك فايدة وتشعل في ملامح باردة وجهة جديدة ورحلة سعيدة. أتمنى لك إجا يوم تنفيذ تحدي المدرسة، ولكن الشباب بالأول اجتمعوا مع أبو محمد بجمعية قطر الخيرية عشان يخططوا لتنفيذ مهمة اليوم. أبو محمد، حنا زرنا مدرسة. نعم. أول شيء استبشرنا خير للأمانة، رغم الحاجة ورغم الظروف اللي احنا مستبشرين فيها خير صراحة. رغم ظروف المدرسة ناس عقولهم متفتحة ومقبلين على ورغبة لهم في التعليم. موضوع إن الله يسلمك أن المدرسة حالتها مأساوية ولها احتياجات كثيرة وقفنا عليها كلنا. ويخي هي يعني ترى حتى في إمكانيات إن إحنا إن شاء الله إن نوسع الدائرة أكبر. ممكن في احتياجات يحتاجونها، قضية ملعب، قضية مدرج، قضية مش عارف. المساحة موجودة بس ممكن يحتاجون ملعب. ممكن أنت شوي توسع الدائرة على أساس إن تحس إن المدرسة كانها محضن. يعني أنت الآن الشيء الأولوية أن ترتب المدرسة بحيث أن تكون محضن، محضن يجذب ولا يطرد، فوفرت الجزئية هذه. بعدين توفر الجزء اللي هو الكمالي الثاني، ملعب، مختبر، مكتبة وهكذا. وبما أنه الشباب صاروا خبرة في موريتانيا انطلقوا هم لحالهم بدون مقاول لشراء أغراض تجديد المدرسة، وأنا طلعت أجيب العمال اللي حيساعدونا بعملية التجديد. طبعا اليوم عندنا موضوع مدرسة واحتياجات المدرسة كثيرة، فانجبرنا نقسم الفريق قسمين. علي وابو عبد الله، محمد راحوا واشتروا الحاجات الفلانيه، عارفين شنو يبون، فما كان ما شفنا انه احنا نحتاج مقاول. انا واخوي ابو لامي في فريق، واخوي ابو حمد وابو عبد الله في فريق مطلقه. ابو عبد الله وابو حمد وصلوا علي المحل اللي راح يجيبوا اغراض الترميم والاثاث المدرسي من عنده. هناك اليوم الله يحفظك عندنا مشروع نبي نعدل ونرمم بعض الأمور اللي يعني مضى عليها الزمن في مدرسة من المدارس واللي يحتاجون أهل المدرسة صيانتها. فإحنا جايين على أساس إن إحنا نجدد المدرسة للطلبة ونحببهم في يعني القدوم إلى المدرسة. بارك الله. لأن صارت المدرسة الآن قديمة عليهم، والمرافق الصحية والمرافق التعليمية اللي عندهم صارت قديمة. فإحنا جيناك ونبغيك تساعدنا وتحدد احتياجاتنا للمدرسة. ونبدأ في إصلاح هذه الأمور القديمة. تحتاج مواد إسمنت، وتحتاج مواد كهربائية، وتحتاج طلاء، وتحتاج مواد أخرى كثيرة. وأبواب. نعم، أبواب ونوافذ وبلاط. وبلاط وهذه الأشياء. طيب خلاص، إحنا نحدد احتياجاتنا ونبتدي نحدد الكمية اللي نحتاجها، وبالتالي على أساس أن العمال يباشروا العمل في المدرسة. شرينا للمدرسة أصباق وجبس وشيء من الأبواب. أما أبو خالد وأبو لامي راحوا على محل يحصلوا من عنده أغراض المرافق والحمامات للمدرسة. سلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، كيف الحال؟ مرحبا. ساك طيب يا مرحبا. شحالك الشيخ؟ كيف الحال دكتور عبد الرحمن؟ كيف حالك؟ أهلاً. ان شاء الله بخير. شرف لي. الله يحفظك. اخوانك من سفاري الخير؟ ايوه.
جايين بنشتري بعض الادوات اللي امس تكلمنا فيها. نعم احنا جايين عشان نجهز المدرسه ونبي حمامات حق المدرسه. الله يعز من يسمع اشياء المراحيض وكذا. بس ابو خالد المدرسه اهم احتياج لهم. كان مثل ما قلت امس كنت تقول كلام ممتاز عن ان كيف احتياج المدرسه. 1200 طالب. 1200 طالب بس المدارس عاده وانت صاحب مدرسه المكان اكثر مكان يصير عليه الضغط يعني هو حمامات المدرسه. فالكواليتي مهم جدا جدا. النوعيه الكواليتي مهمه جدا لان تعرف مدرسه في اليوم الواحد كم واحد يدش الحمام الله يسلمك. وبعدين ترى عيالكم يعني ان شاء الله اليوم تفضلوا يعني. تورينا اللي عندك ان شاء الله. يلا تفضلنا. وبعد ما الشباب وفروا كل الأغراض اتجهوا للمدرسة وأنا كنت بستناهم مع العمال عشان نبدأ في الشغل. وفوراً بدأنا العمل بإيدينا في تجهيز وترميم الصفوف. يعني كنا بنشتغل دهنا الصف جهزنا الكراسي. طرع على بالي موقف وإحنا قاعدين نشتغل إنه قبل كأس العالم بثلاث سنوات اللي صار في الدوحة كنا نسوي برنامج تطوعي مساعدة عمال اللي يبنون ملاعب كأس العالم إن نسوي لهم مثل وجبات واحتفال ونحتفل فيهم ونشكرهم إنهم قاعد يبنون ملاعبنا. فكان معي مجموعة متطوعين كنت أقول لهم حاجة في هالبرنامج. قلت لهم يا جماعة يوما ما راح تجون للملعب في مباريات كأس العالم والملعب اللي حنا كرمنا فيه عماله راح تقولون الله تدري يا فلان حنا كنا في الملعب هذا قبل لا يخلص البنيان لما كان توه يبنونه وكرمنا العمال اللي فيه. راح تكون ذكريات حلوة. لكن السعادة الحقيقية عندي لما كنت أدهن الفصل بالصبغ. أرضيته غير، الجدران غير، السبورة غير، كل شيء مختلف. وتساعد الناس أو تساعد الطلاب في أنهم يشعرون ولو بشيء بسيط من أنه إحنا قاعدين في مكان تعليمي لائق. وبعد ما خلصنا شعرنا بالفخر لأنه الصف صار مرتب وجاهز للطلاب عشان يبدأوا سنة دراسية جديدة موفقة. إحنا رممنا 8 فصول بالمدرسة فقط ولكن هاي مش نهاية أعمال تطوير المدرسة. المدرسة فيها تقريبا ما يقرب من 30 صف. إحنا قاعدين نجهز دفعة 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 فلله الحمد هذه اللي جهزناه. وجمعية قطر الخيرية في موريتانيا راح تشتغل بترميم باقي الفصول وإنشاء معامل ومختبرات للطلاب بالمدرسة. ما زالت الأعمال سارية في بقية العمل ونرجو أن يتم بالطريقة التي تخدمنا جميعا وتخدم العملية التربوية. ولكن هلأ إجا وقت تسليم الصفوف الجاهزة لمدير المدرسة. تعبنا بس أنجزناها. يعني الشعور حلو لما قضى الله اختلاف قبل وبعد بيجي المدير اختلاف قبل وبعد. حياك الله يا مرحبا يا أهلا يا مرحبا. السلام عليكم. حياك الله كيف مدير كيف الحال مديرنا أخبارك كيف الحال. حياك الله يا مرحبا يا الله عساك طيب كيف الحال. ما شاء الله طيب الحمد لله. ما شاء الله وحشتنا على ما قال الحمد لله يا مرحبا. وش طاري يقولون مش طاري مش طاري شنو طاري. ما شاء الله بخير ما شاء الله الحمد لله. والله انا لما يقال كان يقولون ما شاء الله كان على بالي انه يقول ما شاء الله على شيء معين. ما شاء الله رد على انه الحمد لله. الحمد لله لك العافيه زي الحمد لله يعطيك العافية. الحمد لله هذا العمل تم الحمد لله وقد استلم المؤسسة الحمد لله بهذا الثوب الجديد. وكانت طبعا هذه الترميمات في أمس الحاجة إليها حيث أن هذه الترميمات سوف تساعد في تأدية الدروس على ما ينبغي وسوف تساعد أيضا في سير العمل التربوي. ونشكر الشباب نشكر الشباب الذين عملوا طول الوقت وسهروا من أجل هذا العمل. أشكرهم شكرا جزيلا خصوصا منظمة قطر الخيرية وسفاري الخير. هذا مشروع مفيد للطلاب كمان علشان يتحسن التعليم ويكون أجود كمان للأجيال القادمة جدا. تحديدا هذا المشروع بالنسبة لي هو الأهم هو اللي يعني فيه يمكن أكبر أثر. احنا نشكركم احنا نشكركم رغم كانت الظروف ورغم الوضع اللي قد ما يساعد ويعني يحتاج إلى صيانة وكذا ورغم الظروف كنتم مستمرين في تعليم أبنائنا وإخواننا وخواتنا فهذا بحد ذاته أنتم اللي تشكرون عليه. الظاهر لبعض الناس يشوف أنه مجرد ترميم مبنى لكن إحنا فعلياً عم نرمم جيل. ولكن بجانب المدرسة في مشروع آخر مرتبط بالمدرسة لفت نظر أبو لامي وأبو عبد الله. مشروع
كان شخصية قطرية فيه اللي هو شيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الثاني، كان موجود في من ضمن اللقطات انه موجود في موريتانيا لمشروع اسمه خير او شيء كذي، انه ياخذون الاطفال يهتمون فيهم ويدرسونهم. وصلنا خبر انا مع اخوي بولامي انه في اطفال تركوا المدرسة وراحوا واشتغلوا في كهرباء السيارات والميكانيكا. نسبة الأطفال اللي بيتركوا المدرسة وبتجهوا للشغل تتعدى 40%، نسبة مرعبة ببلد عندها طموح للنهوض والتعليم هو أساس نهضة أي بلد. السؤال الأهم يا أبو عبد الله، متى تروح المدرسة؟ إيه يا في المدرسة كانت من فترة قديمة. دخلت المدرسة وطلعت؟ إيه طلعت المدرسة يا أخي بس الظروف. السنة الماضية آخر شيء السنة الماضية. كنت في أي صف؟ صف ثالث. كنت متفوق ولا شلون كان؟ كنت كان المعلومات يا أخي مثل الشباب متفوق مرة. أنا الآن أتكلم معك وإن شاء الله عليك متحدث وكلامك إيه موزون. فهذه المهارات اللي عندك لازم تنميها في المدرسة كذا. مع العلم إنهم كانوا يشتغلون 12 ساعة. من الساعة 8 إلى الساعة 8 وكان مدخولهم اليومي مجرد دولار وشوية، يعني تقريبا 5 ريال، 5 ريال أكثر. إحنا نبيكم تتعلمون، إحنا نبغيكم تروحون المدارس، واللي تأخذونه من الشغل إحنا بنعوضكم على لين تخلصون عنه لين تخلصون الدراسة إن شاء الله. إذا قدرنا نغطي حاجتكم هذه أنتم تحتاجونها في اليوم ترجعون المدرسة؟ أكيد مستعدين؟ أكيد. لأن فكانوا سعيدين وكانوا متقبلين للفكرة وعجبتهم الفكرة، طلعناهم من الشغل على أساس يتفرغون للتعليم وبدوا دراستهم في المدرسة. هدول الثلاث شباب رجعوا على المدرسة وإن شاء الله بيكونوا بداية لاستمرار هاي الفكرة بمكتب قطر الخيرية في موريتانيا. بمساعدتكم أنتوا منقدر نرجع أكبر عدد من الأطفال للشغل. حسيبكم بكرة مع صديقي رحاليستا وتحدي جديد من تحديات سفاري الخير في موريتانيا. بشوفكم على خير.